هذا ما تبقى من فيلا أديون بمنطقة وابور المياه بالأسكندرية، غير أن المبنى الذي شيده عام 1926 المهندس المعماري العالمي الأشهر أوغست بيري ما زال يصارع من أجل البقاء، فقد صدر قرار عاجل من رئيس الوزراء بتحويله للمنفعة العامة بعد أن عبثت به معاول الهدم بالقانون طارة، وفي جنح الليل طارة أخرى. الموضوع ده يرجع مثلا لحوالي مثلا 20 سنة، ناس بتحوم حوالين المكان و بيفكروا بيدوروا على المالك مين، والفجأة اكتشفنا من حوالي مثلا 4 سنين ان في ناس دخلوا بلودر من جنب الفيلا وهدوا جزء من الفيلا، وبعدين جم ناس بلغوا الشرطة وجم وقفوا الاعمال الهدم. بعد كده فوجئنا ان في حكم محكمة بالهدم، معاول جاب البندوزر بتاعه بالليل، بس جدا يوم الصبح يهدوا وراح جه المحافظ وقفل وقال لي وقفوا الهدم، وساعتها على كده وقفنا. ورغم الحالة المزرية التي وصلت لها أديون، إلا أن إعادة الشيء لأصله لن تكون صعبة المنال كما يؤكد المعماريون. بعض المدارس المهتمة بالترميم بتؤكد على أن لما بتحصل حالة زي دي بيكون حتى الإبقاء على ما بقى وما تبقى بيدي أهمية أكبر للفيلا. بعض المدارس التانية بتأكد على أن حتى بعض المباني بعد ما بيتم هدمها بالكامل فبيعاد بناءها. نفس مصير أديون ربما يواجه أكثر من 1000 فيلا أخرى في مدينة الثغر، منها مثلا فيلا سباهي بمنطقة ستانلي وقصر عزيز فهمي في جليم، وهو الأمر الذي دعا المعماريين محمد أبو الخير وأحمد حسن مؤسسا مبادرة إنقذ الأسكندرية للتحذير منه عندما التقيتهما. فيلا سباهي مسجلة في قائمة الحفاظ على التراث اللي اتعملت في 2008، والفيلا دي حاليا بتواجه خطر الهدم من خلال ان احنا عرفنا ان متداول الان في القضاء قضيتها علشان تتحذف زي ما كتير من المباني بتتحذف تباعا من مجلد التراث بناء على احكام قضائيه. بشكل عاجل وفوري محتاجين ان احنا نتحرك تجاه الثغره القانونيه او التناقض الموجود في القانون، وبالتبعيه بتؤدي لتهديد تراث مصر العمراني بالكامل. ربما كانت أزمة أديون بمثابة جرس الإنذار الذي يدق ليلفت انتباه الحكومة قبل فوات الأوان وقبل أن يضيع مظهر الإسكندرية الحضاري وتراثها المعماري. طارق أحمد، هنا العاصمة. وعمار يا اسكندرية جميلة يا مرية، وعدوا